هذه الدورة تأتي في يعني ضمن مخطط عمل الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر الإدارية والموارد البشرية بوزارة عمل التأهيل، وهذه الدورة طبعا هي في إطار تنمية قدرات الموظفين في الإدارة الحديثة، وإحنا حبينا نستفيد من الخبرة في تونس وأيضا الدكاترة المحاضرين اللي هم يعني يلقوا المحاضرات، دكاترة معروفين ذات خبرة كبيرة ومسؤولين سابقين في الحكومة، يعني لديهم خبرة العراقيل والمشاكل التي تواجه الإدارة، وبحيث أن يصير احتكاك والتماس بين الموظف العمومي في ليبيا والإدارة في تونس، ويصير نوع من الارتياح عشان تلقي المعلومات، وهذه بداية يعني إن شاء الله تعالى في يعني في المستقبل احنا نستفيد من التجربة التونسية اللي هي في تنمية قدرات الصف اللي هي قدرات قيادات الصف الثاني والثالث، بحيث ان القيادات هذه والادارات تتاثر باي تغييرات سياسيه واي مشاكل سياسيه. واحنا يعني هذا اليوم فخورين جدا، نشكر الحكومه التونسيه قياده شعبا وايضا الاخوه القائمين على هذا الحدث، انه مدل الصعاب، وطبعا احنا بناهلنا وناسنا وشعب واحد. ما هي افاق الشراكه فيما يخص الشغل والعمل بين تونس وليبيا؟ طبعا تونس لديها تجربه ناجحه وخاصه في التدريب المهني. احنا طبعا كنت في زياره قبل شهر رسميه في دعوه من وزير التشغيل الائتماني، اطلعنا على بعض التجارب بعض مراكز التدريب خاصه بالطيران وخاصه بالصناعات المهنيه. نتمنى ان في القريب يعني المستقبل يتم نقل هذه النماذج وتطبيقها في ليبيا. مؤخرا اعلنتم انكم ستوظفون 2 مليون مصري بخصوص تونس، عدد يعني المتوقع توظيف التونسيين؟ مليون، ما قلناش 2 مليون. مليون مصري. مصري وتونس ايضا العمل التونسي مستهدف في ليبيا، يعني في بالاخص اللي هي الخبرات التقنيه والمهنيه والتخصصات اللي هي ذات الطبيعه الخاصه، وبالاخص في مجال الطاقه والكهرباء وايضا مجال حفظ الابار وبترول النفط. طبعا هذه كلها مرغوب المهندس. العدد المتوقع قديش؟ العدد بيزاد، احنا في اطار تجهيز اتفاقيه بين يعني بين الطرفين. طبعا بعثوا لنا المسوده بتاعت الاتفاقيه حاليا موجوده عندنا الاطراف وزاره الخارجيه، ويتم تعديلها بحال يعني بحيث ان نبدا بالربط الالكتروني اولا، بعد الربط الالكتروني يتم يعني تنسيق العدد والاحتياجات، لان الربط الالكتروني راح يعطيك المعلومات، تبادل المعلومات، كم عندك الوظائف اللي هي تحتاجها وكم الوظائف اللي حتسلم لها عمالها. بس الوزير مثل هذه الدورات التدريبيه يعني يمكن ان توسع حجم اليد العامله بين البلدين؟ اكيد طبعا الدورات الاداره، احنا عندنا الاداره اهم شيء، الاداره اللي تفتح لي تدير الشغل، تدير المشاريع، تدير المشاريع الاستثماريه والانتاجيه والصناعيه، يعني حتى العامل التونسي اللي حيمشي ليبيا يبي له اداره باش تستقبله وتدير الامور وتنظم، لان انت عارف ليبيا تحتاجوا لدعم الاداره يعني والاستفاده من التجربه التونسيه في الاداره. اليوم المناطق الحدوديه بين تونس وليبيا تعاني تهريب كثير يعني من المواد، هل هناك برنامج ربما لاقامه منطقه تجاريه حدوديه مشتركه بين تونس وليبيا؟ في السابق في اتفاقيات باقامه هذا المشروع الخاص بقردام منطقة راس جدير والمنطقة دي وموجودة، لكن هناك إشكاليات موجودة على الأرض وملكية الأرض وأصحاب الأرض، إشكاليات فنية تقريبا من الطرف التونسي. يعني أنا كنت في السابق ملحق يعني كنت متابع الموضوع هذا، موضوع مهم جدا للقضاء على الاقتصاد الموازي وتهريب هذه السلع اللي هو يضر بالاقتصاد الليبي والاقتصاد التونسي، لو وجود منطقة حرة حينظم هذه العملية. سيد الوزير، مستقبل العلاقة التونسية الليبية ربما اللي سادت بعض التوتر في السابق؟ العلاقات الليبية التونسية علاقة تاريخية منذ مئات السنوات وعلاقة متجدرة وطبعا مبنية على المصالح المشتركة والمصير المشترك وايضا الشعب الواحد الذي تفصله الحدود، ولكن هذه العلاقة اصبحت بعد الربيع العربي اصبحت يعني تحتاج الى تطوير وتقوية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تم تأجيل الانتخابات في ليبيا، هل ممكن إجراء انتخابات حسب تقديرك في ليبيا؟ الانتخابات مطلب أساسي، وحكومة الوحدة الوطنية أصلا يعني شغل الهدف الأساسي هو تهيئة الظروف لإقامة انتخابات نزيهة وحرة في ليبيا. شكرا سيد الوزير.